زي خيار مشهور في الدار البيضاء، اي حاجه كنقوم بها هذا العام راه كنقوموه لله، كنخيطوا كما كان في سبيل الله. هادشي اللي كاين شي حاجه من غيرها راه ما كاين والو. اختي جاتني هذه الفكره، شنو نقول لك، مع هذا المرض هذا الناس راه مأزمه، ما عندهمش فلوس اول حاجه باش ندواو. توقعت مني انا الصدقه نديرها لله، وانا عزيز عليا الخير كنقوم بالخير، كنقوم بالخير صراحه. هادشي اللي كاين ما شنو نقول لك، ارا ربي هو اللي كيدعمني، هو اللي كيسير لي كلشي، ما كاينش اللي كيدعمني حتى بلا سيك لا والو. انا كندعم راسي باليدو، كنحب الخير نديرو مع الناس، اصلا انا عزيز عليا ندير الخير، هادشي ما فينا نقاش، ما كنتش واحد ما كيدعمني، كندعم راسي باليدي. انا نجيب الثوب من عندي وانا نصير ونشري التعقيم حتى هو، هذا ديال معروف كناخذو من الصيدليه، وكندخل الصيدليه كنخلص لها التعقيم، كنعقم هذوك الناس اللي ما كنخرج منهم، وهي كنعطيها حتى هي شي 10 ولا 20 ولا فرقيهم في سبيل الله، ما كتفرقهمش والو. جاو عندي الناس قال لي شرينا من عندها بشحال، كتاخذهم كتبيعهم لهم حتى ب 430 درهم، نقول لها هاك فرقيهم، ما كتفرقهمش. كي تجيو عندي المحل الحمد لله البديره راه معروفه، انا راه في دار السلطان راه كنشتغل في الكماكيم، انا اصلا راه كنصاوب حتى كلشي، كندير لي شيفت في الشركه. المهم البديره كنقوموا بها في سبيل الله، راه هادشي اللي كان كماكيم كنصاوبوهم، ولا كان شي حاجه راه كنصاوبوها باش نترزقوا الله، كتدخل شي حاجه كنصاوبوها منا كنترزقوا الله، منا كنترزقوا الله، والكماكن كنفرقوهم تقريبا. كان لا كنعاوني الدري باش يعاوني كنضرب شي نقول شي 500 بياسه، هذه 500 في النهار مدلوحه كامله والو. هنا الناس كانوا في دار السلطان كيجيو عندي كيديروا الكماكن، ولكن دابا ولاو كيصبنوهم ويستعملوهم، ما بقاوش دابا عندهم يمشيو يقلبوا، ولاو كيستعملوا كماكن كيصبنها كيستعمل وحده جوج كافيه. دار السلطان ولينا كنمشيو حتى للشواطئ، ولينا مشينا عاوتاني خارج كازا عاوتاني، مشينا عاوتاني للدروه، مشينا عاوتاني بزاف بزاف دوزنا. المهم دوزنا الكماكن شي ناس كيعيطوا علينا، بحال دابا الجمعيه قالت لينا رانا الكماكن دابا واحد اليومين، قالت لنا لا عاد من قبل العيد هي كتوصي فينا، المهم غنمشيو عندهم حتى هما ان شاء الله. كنقول لهم اللهم نفرق احسن لي من البيع والشراء، انا مهم كنفرق الكماكن، انا ما كنبيعش الكماكن، كمامات انا ولاو فوني الكماكن، فهمتي؟ انا ولات هذه الكلمات كمامات، عارفه المغاربه ان شاء الله كيشريو اللبس وكيبغيو السليمي والسراوال ونقصوا منهم، وهذا الطول هذا كيدور معاك وهذا كيدور معاك، انا ما عندي فيه حتى دقيق كيعقد الفران، اليدي سبحان الله مسربيه حتى في السليماج حتى هي. عاوتاني كاينين الناس كيجيو عندك كيقولوا لك بغينا تفصل لنا شي قميجه، مرحبا فصل لك قميجه نصوبها لك، كيخلصني حتى هي كنديرها في جيبي. انا المهم تشوف كماكن قلت اللهم نفرقهم ونجيب رزقي من هنا، والله كيرزقنا، نصوب القميص، نصوب الجاكيطه، نصوب البانتاكور، نصوب دابا القندريسي، دابا مع الحجر الصحي دابا الكمامات، ها اللي كيجي يقول لك اعطيني كمامه، شوف من عندي كلشي من عندي. وعاوتاني كنقول لك زعما الكمامات راه 500 بياسه تقد تخرج منها 300، تقد تخرج منها 400 على حساب المفعول دابا، لا عاوني شي واحد تقد تخرج 500. الله يثبت الاعمال ديالو، الله يحسن ليه، الله يكمل ليه في المسيره ديالو موفقه في هذه الخياطه. كما سمعت موفي ليه الوالد ديالو، الله يرحم ليه الاب ديالو، والله يخلي للناس الناس اصدقاء ديالو، الله يسهل هذا السيد.